من ضمن الأسئلة، أنا خريج التجارة إنجلش عين شمس تقدير عام جيد، عاوز أعرف أبتدي دبلومة محاسب مهني ولا أدخل على طول ماجستير مهني، والأفضل أقدم عين شمس ولا حلوان ولا القاهرة؟ حضرتك خريج تجارة إنجلش عين شمس تقدير جيد، عاوز أنت تدخل مجال إيه؟ هل حضرتك محاسبة ولا إدارة أعمال؟ ماجستير مهني بتميل أكتر للإم بي إيه والحاجات دي. لو معاك ماجستير مهني في المحاسبة ادخله لو متاح، بما إنك حابب مجال المحاسبة. لكن الفيصل هنا في مجالات المحاسبه انك ما تاخدش دراسات اكاديميه او مهنيه كتير، خد شهادات مهنيه زي السي ام اي والحاجات دي، اجتهد فيها لانها تكون بالنسبه لك اقوى من اي شهاده اكاديميه، سواء دبلومه او ماجستير، مع احترامي ده هتكون اتقل بكتير من فكره الماجستير المهني والحاجات دي كلها. عين شمس ولا حلوان ولا القاهره؟ ما دام كملت في عين شمس جو اهيد وربنا يكتب لك الف الخير. لا، عرفت النظام والسيستم والدنيا ماشيه، ده تفضيل الشخص. هل هي افضل؟ يعني ممكن تبقى القاهره وعين شمس الدنيا لذيذه، ولكن هتلاحظ هنا ان عين شمس قويه جدا، ولكن خلي بالك ان الدراسه كمان صعبه صعبه، فضع ده في الاعتبار، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله.